اهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسله دروس تعليم التسويق الالكتروني المقدمه من هوا جروب. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل صفحه على الفيسبوك. يا ريت بعد ما تشوفوا الفيديو ده وتتعلموا ازاي تعملوا صفحه على الفيسبوك، هتلاقوا بقى فيديوهات تانية موجوده على نفس القناه، ازاي هتزود لايكات الصفحه بتاعتك دي من خلال مواقع تبادل الاعجابات، يعني ازاي هتزود لايكات الصفحه بتاعتك من خلال موقع زي لايك فور لايك او موقع ميزو مي او وطرق تانية، ازاي ان انت تبعت دعوة لكل اصدقائك ان هم يعملوا لايك على الصفحة. فانت هتلاقي فيديوهات بقى لتسويق الصفحة اللي انت هتتعلم تعملها. فبعد ما تشوف الفيديو ده وتتعلم ازاي تعمل صفحة على الفيسبوك، شوف الفيديوهات التانية عشان تعرف ازاي تبعت دعوات او تجيب لايكات للصفحة بتاعتك، عشان ما تبقاش الصفحة معلهاش اي لايكات. طيب، اول حاجة بنعملها بندخل على موقع الفيسبوك، تمام؟ من هنا انا بعمل الصفحة بتاعتي عشان بس لو حد عايز يعرف احنا بنوصل هنا ازاي. طبعا بدخل على الصفحة الرئيسية، تمام؟ اي حد بيفتح الفيسبوك بتاعه دايما بيدخل على الصفحة الرئيسية على طول، فانا هدخل على الصفحة الرئيسية على طول اهو. وبعد ما ادخل على الصفحة الرئيسية هدوس على كرييت بيج، يعني انشئ صفحة. تمام، دخلنا على كرييت بيج، جميل. وهنا قبل ما هبدأ الشرح وأنهي اختيار بالظبط اللي انا هختاره عشان اعمل الصفحة اللي تناسبني، انا هقلب الفيسبوك من اللغة الانجليزية للغة العربية عشان اللي ما عندوش فكرة ازاي نعمل صفحة، بالتالي اكيد ممكن يا اما الانجليزي عنده ضعيف نوعا ما او ما عندوش خبرة خالص في انشاء الصفحات والجروب والكلام ده كله، فانا عايز اسهل عليه الشرح. فعشان كده انا هقلب الفيسبوك من الانجليزي للعربي عشان ما يقعدش يعيد ويزيد كل شوية في الفيديو عشان جزء فاته او حتة ما فهمهاش، عشان ما يبقاش رابط ما بين اللغة والموضوع في وقت واحد. قلبنا الفيسبوك عربي اهو، تمام. انشاء صفحة، المفروض ان انا بحدد الصفحة اللي انا عايز اعملها دي، هل هي الشركة محلية او لمكان، هل هي الشركة او منظمة او مؤسسة، هل هي العلامة التجارية او منتج علامة تجارية، يعني علامة تجارية لمثلا منتج معين انت بتبيعه، عايز العلامة انت هتشتريها علامة تجارية مثلا زي اللي موجودة في الاسواق، انا مش عايز اعمل دعاية لحد، او لمنتج. عايز تعمل صفحة لفنان مشهور او فرقة موسيقية او شخصية عامة، لو واحد معروف للناس كلها. عايز تعمل صفحة ترفيه، عايز تعمل صفحة قضية او صفحة اجتماعية. انا دايما بختار صفحة اجتماعية على طول وبكتب اللي انا عايزه، يعني ده الاختيار اللي انا بختاره. في ممكن حد يخش على ترفيه ويختار مثلا، هيخش على الفئات ويختار مثلا هيعمل صفحة الاغنية، هيعمل اتحاد رياضي، هيعمل استوديو، هيعمل صفحة لالبوم غنائي، هيعمل صفحة لبرنامج تلفزيوني، هيعمل صفحة لشركة انتاج، هيعمل صفحة للسينما، زي ما يعوز بقى، يعني فئات كتيرة اهو. وكل وهنا مثلا لو هتعمل شركة محلية او مكان، بيختار الفئة اللي انت عايزها، مثلا تسويق ولا مدرسة اعدادية ولا تعليم ولا ولا ولا، انا بس عايز اختصر الوقت. المهم انا هدخل على اخر اختيار اللي هو صفحة قضية او صفحة اجتماعية، وهكتب مثلا اسم الصفحة بتاعتي وليكن هوا جروب، هوا جروب، تمام. تو، وروح دايس بدء الاستخدام. لو الاسم اوكي هيقول لك اوكي، لو الاسم مش اوكي هيقول لك غير الاسم بتاعك، تمام. بدء الاستخدام، في اختيارات تانية، في قصدي خطوات تانية هنخش عليها.
قبل الاعدادات بتاعت الصفحه اللي انا عملتها اللي هو هوا جروب 2، بيقول لك عايز تضيف موقع الكتروني، بضيفه هنا. لو هضيف موقع الكتروني بيبلغ الاشخاص عن الهدف من صفحتك. هنا هنا مثلا بكتب ديسكريبشن على الصفحه، بقول مثلا هذه الصفحه خاصه بتعليم التسويق الالكتروني الخ 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 الخ، لان الوصفه لازم يبقى رغي يعني، مش هنقعد نكتب كتير. لو عندي موقع هنا بكتبه ادخل اسم الصفحه بتاعتك، ممكن نكتب هوا جروب 2، بحيث ان يبقى الصفحه مثلا www.facebook.com/هوا جروب 2، ما تبقاش كل الارقام اللي بتظهر دايما في اللينك فوق بعد دوت كوم. هدوس حفظ المعلومات، بيقول لي اختار الصورة الشخصية اللي هتحطها على الصفحة. هعمل التحميل من جهاز الكمبيوتر، اختار الصورة المناسبة، نشوف الصورة دي. لا مش مناسبة خالص، صورة طوب ابيض ولا مش عارف ايه ده. طيب نكبر الفايلات، نكبر الفولدرات عشان اشوف الصورة على طول. ادي الصورة المناسبة اهي، ان هوا جروب للتسويق الالكتروني. عايز احط اي حاجة ليها علاقة بالتسويق اهو. تمام، دي صورة مناسبة. هدوس متابعة. بيقول لي عايز تعمل اعلان مدفوع للصفحة بتاعتك عشان تجيب عليها لايكات. طبعا انا هتخطى ده دلوقتي، لكن اللي عايز يعمل بعد كده اعلان مدفوع للصفحة بتاعته هيلاقي فيه فيديو مكتوب موجود على الشانل، طريقة عمل الاعلان المدفوع على صفحة الفيسبوك، فهيخش يتفرج عليه هيعرف هيعمل الاعلان المدفوع هنا ازاي. فانا تخطيت ده دلوقتي. بعد كده حب يعمل اعلان مدفوع للصفحة هيخش هنا على ترويج الصفحة، وهيعمل الاعلان المدفوع للصفحة بس بعد ما يتفرج على الفيديو اللي موجود على الشانل بتاعتنا، اللي هو ازاي يعمل اعلان مدفوع على موقع الفيسبوك. هندوس على اضافة غلاف هنا عشان نحط غلاف للصفحة. دي كلها اعدادات لسه بيخلصها، بعملها اوكي مش عارف ايه متابعة، بعمل الكلام ده عشان يبقى كله تمام. اختار بقى ايه الغلاف اللي انا عايز احطه هنا. ده مناسب اهو، غلاف هوا جروب. وطبعا غلاف هوا جروب هنا هتلاقي الصورة دايما، يعني وجهة النظر في الغلاف دايما ان ايه، ان هنا انت شايف ان في مدرس بيشرح، وادي علامات السوشيال اهي، فيسبوك تويتر بلوجر محطوطين اهو قدامك، وفي ناس قاعدة بتتلقى الشرح. فبالتالي الغلاف بيقول ان المكان ده مكان خاص بالتعليم والتسويق. فهنا ادي علامة للتسويق والماركتنج، وهو علامة هنا للدورات. فلازم دايما الغلاف والصورة يعبروا عن محتوى الصفحة ايه، لان ده مهم جدا لتسويق اي صفحة على موقع الفيسبوك. تمام، يبقى احنا كده عرفنا احنا بنعمل صفحة الفيسبوك ازاي. احنا الصفحة بتاعتنا اهو اسمها facebook.com/هوا جروب 2. تمام، وكده انا عرفت ازاي بعمل صفحة الفيسبوك. هديكوا بعض النصايح، ما تبعتوش دعوات لحد،
يعملوا لايك على الصفحة، إلا إذا على الأقل حطيت 25 محتوى في الصفحة، حطيت 25 موضوع في الصفحة مهمين للصفحة بتاعتي، عشان ما بعتش حد يعمل لايك على صفحة فاضية. تمام، دي أهم نصيحة رقم واحد. رقم اتنين، الغلاف والصورة دايما لازم يعبروا عن محتوى الصفحة، يعني الغلاف والصورة لازم يقولوا الصفحة فيها ايه وبتتكلم عن ايه بالظبط. رقم ثلاثة، الهاشتاج. الهاشتاج بيتعمل ازاي؟ انا مثلا عايز اكتب مثلا التسويق الالكتروني، وكلمة التسويق الالكتروني في ناس كتير جدا بتدور عليها، فانا بدل ما اكتب التسويق اسف كتبت غلط، بدل ما اكتب التسويق الالكتروني وشكرا وانزلها كده، هدوس نشر وانزلها بالشكل ده، لا انا هعملها هاشتاج عشان اللي بيدور على كلمة التسويق الالكتروني انا اظهر معاهم برضو، فهتبقى التسويق الالكتروني بتكتب كده. اول حاجة بعمل علامة الشباك اهي، وبكتب بعدها كلمة التسويق، وبعدين بعمل اندرسكور وكده الايه الالكتروني اهو. دايما الكلمات المشهورة اكتبها بالشكل ده مش بالشكل ده، اكتبها بالشكل ده تبقى بالشكل ده مش بالشكل ده. اتفقنا؟ دي النصايح المهمة جدا اللي تتعمل في محتوى الصفحة قبل ما نبدأ في عملية تسويق الصفحة. بتمنى يكون الشرح عجبكم. بعد ما تشوفوا درس ازاي تعمل صفحة على فيسبوك، لازم تدخل على الفيديوهات الخاصة بإرسال الدعوات على صفحة الفيسبوك، او ازاي تجيب لايكات لصفحة الفيسبوك بتاعتك. بتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو في اي درس من دروس التسويق الالكتروني انتوا مش لاقيينها على اي شانل على موقع اليوتيوب او اي موقع خاص بالتسويق الالكتروني، او موجوده بس انتوا عايزين ده شرح يكون سهل شويه، ابعتوا لنا رساله على القناه بتاعتنا بالحاجه اللي انتوا عايزينها، وانا اوعدكم ان احنا بظرف 24 ساعه هنكون حطينا شرح ليها، وهنرد على اللي بعت الرساله باننا هنبعت له لينك للفيديو او للشرح اللي هو عايزه. كان معاكم مصطفى غيز من هوا جروب في درس جديد من سلسلة تعليم التسويق الإلكتروني. أشكركم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.